حفظت فهمت تداحوا وسمحت ما حد يتداحب ايه في عده اتفقنا اي ليش لازم ارفع يدي شباب في التصوير وفي برامج الواقع ها في شيء اسمه كاميرات الكاميرات هذه ما هي تحس بالكلام هي لازم فهمت ترفع يدك كذا ها عشان وانا اسمح لك انك تحكي عشان انا الكاميرا تتحرك ها وتتوجه لك لو انت انا فعت ما فعت يدك وقلت تفضل يا ناصر تفضل يا العامدي تفضل يا سالم تفضل يا فلان تفضل يا فلان هنا باعت ان هم يصورونكم ويحققون الحركه يعني انتم ساعدونا الله يحفظكم ها ان نقدر نطلع بصوره جميله اول شيء يا شباب قبل اي شيء نشكركم على مجهودكم اللي جالسين تبذلونا واعرف اني انا جالس اضغط عليكم ضغط كبير ها بس يشهد الله يا شباب ان مصلحتكم البرنامج ما ينجح في انا ينجح القناه وينجح المسؤولين في القناه وينجح لكم انتم تبون تطلع النصحه هذه اقوى نصحه النصحه عشان تكون اقوى نصحه ها يحتاج نبذل شيء قوي انا في ناس في احد باقي يا شباب ما جاء كرام دورت معي يوضون فقلت استعجلوا على ما يجوا تاكل موز ما في مشكله لا مو نوصلهم انا ما بيجيني بكره واحد يقول لي ابو طه ما سمعت ما كنت موجود كان عندي موضوع معين كنت بفتحه انا قلت للمشاب نجتمع طيب ابو طلال بالنسبه للحصانه اي بس دقيقه ما في اي موضوع الاول ها عندنا تبيع نقط بشكل غير طبيعي تبيع النقاط اي الشباب جالسين يضيعون نقاط بشكل كبير سلام ابو الشيخ احمد تعال كيف حالكم هلا والله شلونك ابو ماجد عساك طيب شو اخبارك عساكم طيبين ابدا بتقري شلونكم يا حلوين عساكم طيبين الله ينور حياتكم الله يسعدك يا رب طبعا احمد انا استعرضت معه في احد القنوات كان هو ماسك عندنا اعداد وكان احمد ما شاء الله من يعني في كان في ميزه سلام ورحمه الله ابسط واصعب النقط كان يسويها بي وكان ما شاء الله عليه عمي ما وصيته على شيء ها الا طبعها بي بصوره جميله وكان متحمل واحد اسمه عبد الله الراجح هذه معجزه لاني احبك يا عبد الله فهمت قبل ما تبدا عبد الله بس في جايب لكم شيء يا جماعه الخير بس انه اعذروني على القصور حقكم الشحم والله العظيم جاهزه موجوده هنا ممتاز نبيكم تصحصحون كذا عشان تصحصحون كلام عبد الله جيبوها عشان ما يطلع الشعار لا 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 خفينا جيبوها كلها جيبوا الشعار جيبوا القهوه الله يبين وجهك يا رب اعذرونا على القصور يا جماعه لان ابو طلال لازم يتقهوى عشان يقدر يداوم الله طيب هذا اول شيء طيب نبي نتكلم عن نقط النقط صار فيها تسريب غير طبيعي وتفريط غير طبيعي يعني بمعنى يعني اول شيء يا شباب ها اوقات الصلاه دائما تفوت عليكم وفيها نقط كثيره تنحصم عليكم وانتم عارفين انها فيها خصميات كبيره حرام اول شيء لله سبحانه وتعالى فم المحافظكم انا عارف انكم بعد ما تصحون تصلون وتادون فرائضكم وهذا ترى عارفين ومتاكدين بس ان نبي انتم قدوه الله يبيض وجهك يا شناب بيض وجهك شناب ابوي حطها هنا ترفع عشان الكاميرا حطها هنا ايوه لا انت يا ابوي مساك الله بالنور يا مرحبا بشناب مرحبا الله يبقيك اسلم يا ابو طلال طبعا في كان في تفريط ها في النقط غير طبيعي الله يكرمك وهذا التفريط يعني انا جبت لكم يا شباب ان في ناس بتحش بايم
بسبب تفريط النقط. يعني في ناس يعني في ناس تأدي وتسوي وتبذل شيء حلو في البرنامج، انا ازعل لما يطلع، ازعل لما يطلع. ليش؟ لانه هو عنصر مهم في البرنامج. سامع يا ابو عابد؟ صح سامي؟ صحيح. اوكي، ها، في عناصر مهمه في البرنامج. لما يجي محمد جالس يسوي كاركتر في البرنامج مهم، شوفها نايم، انا ازعل بانه هو كاركتر قوي في البرنامج. ذهب انت يا امير. شكرا حبيبي، ما كان حذاء. اكرم يا سيدي، رضي الله عنك. اي في كاركترات يا شباب في برنامج جدا قويه وجدا مبدعه، ان نزعل لما نشوف ان فلان بيطع البرايم او بيطع نومينيه، انا ازعل. ليه؟ في اسماء قويه في البرنامج شايله البرنامج، معطيتنا جو. لما يجي سيف، لما يجي فلان، لما يجي فيصل، لما يجي محمد، لما يجي سلطان، لما يجي في ناس شايله برنامج، شايله برنامج، شايله. ليش؟ واحداثهم، نشاطهم، تواجدهم، الحمد لله على السلامه. لا من اول جايب لك يا نايف، لا بعدين نتفاهم. يجلس معليش. اي انا طرحت معه من النقطة شباب، انا طرحت النقطة هذه مع الشباب، هم يقولوا كيف نوفق بين النوم؟ الان البث ينتهي 6، متى يفطرون؟ متى يرتاحون؟ متى يقومون؟ يعني كيف نوفق بينها ابو طلال؟ احنا في زد رصيد 2 كنا نبدا 9 الصباح، صح؟ صح. كيف والله جيت كيف وكنا خلص البث الساعة 2 او 3. كان على فكره كان هم يجون الصبح يشون الهواء. ايه هم الشيبان. ايه هم الشيبان، احنا الشيبان واحنا الكبار واحنا المراهقين. من ذيك الايام شيبان انتم. والمراهقه لا توصف لا بمدح ولا ذم، انت الذي تعطيها. طيب المدح والذم. من ذاك الوقت هم شيبان. شيبان يعني شباب تعرفون متى تحسون من البرنامج بيتفضط بدينكم؟ ها؟ بعد بكره او بكره، عفوا السبت، بكره البرايم، بكره بايم، ويوم النمونيه بكره بايم. بكره تحسون اوكي ان في شيء اسمه فقدان، ان النوم مو فايدك يا حبيبي، ان النوم ها مو معطيك ها طاقه زياده. صح. انا ما منعك من النوم، نم يا حبيبي. في ناس والله العظيم ادحر عليكم القاهم نايمين، اروح ينام، ما 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 فايده، ما فايدة، وش بفيدني؟ مو قادر يعطي، هذا حده مو قادر يعطي، هو بس موجود فز 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 رايح جاي. وش معنى الواقعية؟ أعطيهم شيء كذا شباب. الواقعية أنك أنت تعيش حياتك. أنا أشوف واقعيتكم في سناب، قسما بالله أني أقول يا ناس كيف أنقل السناب على الهواء. بلوتوث. اي انا قلت ما في تعيقات، صح؟ اوكي. اي قلت يا شباب انا جالس ندور انا وياكم كيف نقدر نحفزكم. الحين باقي بالضبط ساعه ونص، ها، وبيجي واحد الحصانه. من اهتم في الحصانه ولا واحد؟ انا طبعا ما فديت عمكم، خلوني كم مكامي واقول تكلمتوا انتم دحرتوا كيف شنوهم، يعطيكم العافيه. بس انا كيف الجمهور يحس انك انت مهتم انك تبقى؟ كيف يشوف انك انت جالس تحارب تبي تبقى؟ الناس مو حاسه انكم انتم تبون تبقون، حاسه انكم طالعين طلعه الحديقه، جالسين مفهين تتمشون تضحكون هذا الحاسين. الناس ترى شباب برامج هذه تبي منافسه، يبون يحسون طعم المنافسة. المنافسة يعني سؤال، ليش نتابع كرة القدم؟ عشان الأهداف، المتعة، المتعة والأهداف، وكيف أنا أجيب أهداف، وكيف أنا جالس أحارب. يعني تركي، وين تركي؟ موجود تركي. إيه تركي كان جته وشافها حصى جكيش
حصانه وشاه ابو سلطان. شباب حسيتوا انه فقد شيء؟ ها لا صح نفس الروح. محمد بمش حسيت شيء؟ شوف شوف انك لن تخرق الارض. موضوع كذا شباب الشباب الناس تبي تحس ان تقاتل على بقاء صحيح. تبي يبون يحسون زي احنا سؤال لاعب وهو جوا ملعب ها مو تحس انه يقاتل؟ لما تشوف لاعب دفاع شفته يحمي مهاجم يفض تقول حسبي الله على شيطانه. لازم يبلل القميص. حسبي الله على شيطانه. ليش فضط بالموضوع؟ حرام عليه. هو سبب خسارتنا. رميت اللوم عليه. اللوم ان الحين الناس ترمي اللوم عليكم. ترمي اللوم عليكم انكم انتم جالسين تفضطون ها؟ النقاط والحصانه انه ما تفعل معها. يعني وين 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 مطيري؟ موجود نايف. هذا اكبر دليل عشان تدري انه تاثرنا. مطيري على حراره اليوم بعد ال 40,000. اي الله الله الله. قبل ما تجي قال ما في تعويض والله. اي خلاص عشان فايت بعض الكلام جيتنا متاخر. يعطيك العافيه. شباب انا شيء ثاني يا شباب وش كيف اقسمكم؟ اقسم بالله العلي العظيم الاحد الصمد الذي لم يبد ولم يولد ولم يكن له كفا احد اني ما حابي احد عليكم. اقسم بالله انكم كلكم واحد عندي. شفت ولا عمر احد جاء عندي ها وطلب مني اني اساعده في مبادره او اساعده في شيء ولا اساعده في فقره او افكر معه في فقره او نفكر كيف نسويها فقره او نفكر كذا الا انا ساعدته. يعني انا يا شباب ما يهمني احمد السويري ينجح او ناصر سي ينجح. أنا يهمني نجاحهم ها للقناة جميعا منظومة ها المنظومة. أنتم والله العظيم كلكم إخواني وكلكم يعني على عين وراس وأحبكم كلكم وأفرح نجاحكم وبتروحون والأيام بتثبت لكم ذلك بتروحون وكلنا بنحزن عليكم. بس يا شباب تا البرنامج هذا يعني سؤال اليوم جالسين في حصانة ودي أحس ان احد جالس يهتم في الحصانه هذه. فايح تكلمت على الحصانه نهائيا صح؟ همك؟ مو باين انك همك. بيه 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 حطه من عندي فهمني. علمونا كيف الخصم، علمونا ايش معنى الحصانه وايش معنى البرايم. احنا ما نعرف. لا تحسبون احنا كل يوم عند قناه البرامج المباشره. شوف الجمهور كذا عارف النقط وعارف وش الجمهور. انا مالي دخل بالجمهور. انا ما اعرف. شباب انا اعطيته هو بس الحديث صح وسمحتم عشان ما نفتح كل واحد يجيني يفتح لي كلام. وقلت لكم من اول بس ما حد تعيد بس هو يحكي. اي سمس اول شيء يا شباب بقول لكم شيء. في نقط تجمعها في المطبخ في كذا في كذا في كذا في مسابقات تجمعها. انا لو علمتك كم جمعت وعرفت انك في الاول بتقدم شيء؟ ناصر كنتم تعرفون انتم زد رصيدك شيء؟ لا في رصيد خفي. صح. ليه؟ عشان ابيك تقاتل، ابيك تقدم، ابيك تتعب، ابيك تبذل، ابيك تحس انك انت جاي هناك تكون الاول. بس انجزت وعرفت نقاطك الاول شو تسوي؟ واذا عرفها قليل ييأس. وان عرفت انك انت بايم حزين فلازم تداومه. ونعمه خفاء الاقدار حكينا فيها قبل. صرت طول اسبوع ها وانت مكتم، طول اسبوع وانت تقول لي ها انا طالع بيها اروح بيها اقوم بيها اجي مبادرة بيحضر مع. يعني انت ما تحضر مع مدرب ايش حضرت؟ بين فيها نقاط صح تستفيد. انت وجهك كنت اول تتمرن بيها ما تتمرن ايه بيه بينك. بس انت عشانك همك تاخذ ها نقاط ها وش سويت؟ يعني يحضروا لي انا عشان النقاط بس يعني ما تبي تستفيدون يعني ايه
شوف انا بمشي انا شوف ايش شوف ايش انا بقول لكم حاجه واحده. انا ليش انا جالس اوصلكم معلومات هذه؟ انا زعلان والله زعلان زعلان اني انا زعلان لاجلكم، زعلان اني انا بيكم تتنافسون، زعلان اني انا مثلا بكره الحين بعد ساعه بتقفل الحصانه ولا حسيت ان في مبادره منكم. ودي انا جالس اقاتل ان الناس تحس انكم انتم جالسين تحاوبون انكم تبقون في برنامج. جالس اقاتل انكم انتم ودي انكم تبذلون شيء لكم. يعني اننا جالسين شوف مكيفات جالسين نحاول نصبح لكم، اذا صبحناها لكم ما شفتوا كيف، وجالسين نحط اشياء كثيره نصبح لكم ونكمل الديكورات ونكمل الاشياء هذه. تعرف ليه؟ ان نبي نحبيكم في بيئه جميله وسعيده. فهمت؟ بس ترى على فكره البرامج هذه ما هي بيئه، في برامج عليكم السلام في برامج ها تعتمد على الضغط النفسي. يعني الشباب كنا نحطهم في ضغط نفسي، اليوم حصلت نقاط، بكره كسب نقاط، بكره سحب من رصيد واحد، بكره سحب، يعني كان في فقره اسمها زد رصيدك. اي في كيف تسحب النقط من صديقك، يعني يجي فيصل ومحمد وليد شاعر ها لازم فيصل يسحب من محمد، لازم او تطلع ميدان تنافس. معلش ميدان تنافس زي كرة القدم، لا تسجل فيه هدف لا يسجل فيك هدف. مو موضوع اني انا خصم هذا خوي، لا هو ما فيها منافس لك، هذا منافس لك، هذا منافس لك، هذا كرة قدم، الكورة تتنافس. يعني الحين في الكورة بتحبي اخوك يجيب هدف؟ اللي بيطلع يا اسقاط التافه ابو طلال محتامي. لا بس شوف يعني يا جماعه واحد اللي يدخلون البرايم واحد الحصانه من هالواحد ايه؟ السبعه اللي بيدخلون برايم ام المتسابقين جميعا؟ المتسابقين جميعا يحصل عليها واحد، حتى ويحش برايم يطلع منه يمدي يرجع واحد ولا ينفع نفسه فقط؟ بس ينفع نفسه. طيب في بس حاجه سؤال، بس سؤال يعني مثلا سعود الحين مرحله برايم يقدر ياخذ الحصانه؟ نحط حصانه يقدر يطلع من برايم. طيب ابى اضيف لكم بس حاجه بسيطه. ابو طلال حريص على ثلاث اشياء. الشيء الاول وظف العقل لا توظف العاطفه، العاطفه خليها برا، الفزعه والقوه والحب والدنيا هذه برا، ابشر بسعدك انا روحي لك، لكن هنا انت في موطن تنافس. لا يمنع ان يكون في عاطفه بسيطه جدا، لكن العاطفه هنا اذا وضعتها ترى هذا يعتبر تصرف خاطئ جدا، بمعنى الفزعه واشيل معي وشيل معي. لا ميدان يا حميدان على قولتهم، وين صح الا الصحيح. النقطه الثانيه اللي حريص عليها ابو طلال اللي الباشن. بس في النقطه هذه استاذ احمد معلش حتى الشباب يستفيد واحنا نستفيد منك، ليش يجرد التنافس من العاطفه ومن الاخوه؟ هم ناجحين جميعا يعني أكيد. هم ينجح ما راح ينجح واحد لانه البرنامج اليوم لو نجح سيف او محمد والبقيه تاثروا انا ما استفدت، انا مشاهد ترى يهمني كذلك اني كان ابو طلال يقولنا في زيد رصيدك لما طلعنا كان بعض الشباب يطلب برنامج فقال انتم كنتوا ناجحين جميعا، ترى مو معنى ناجحين جميعا انه اقدر اعطيك برنامج لحالك. في نعم بعض المذيعين راح فيكم راح يطلع بقوته لحاله، لكن انا كيف اجردها؟ بالعكس انا لما تظهر عندي مراجل وعاطفه وافوز افضل من اني فقط افوز وتسقط مراجلي وقيمي. اي بميزان بعقليه، وهي الميزان انه تكون عندي عاطفه في امور كثيره جدا يعني تشوفوها في البرنامج الخدمه الفزعه، لكن احسنت جت في المسابقات معليش على الكلمة هذا من الغباء اني انا اكون ايش اني اؤثر على نفسي واعطيها للشخص الاخر، هذا ميدان انا اللي بفوز يعني الناس ستشكر لكن انت ستفقد شيء كبير في حياتك. الشيء الثاني الباشن اللي هو الشغف، هذا اللي يذكره ابو طلال، الشغف شغف وشو؟ الرغبة. اي هذه اللي تصير زي ما ذكرت لكم في الدورة انه اول يوم في رمضان تحصل الناس صيام المسجد مليان والناس فيها تنافس عظيم، بس ايش؟ خلي يجي العشرة الاواخر المفترض انه اللي يتقدم فيها يزيد. اي انتم الان وصلتوا مرحلة التشبع، فبالتالي ظهرت انشهرت انعرفت اديت وصلت نقطة اللي ابغاها، لكن هنا النقطة الاهم اني كيف استمر، هي الاستمرارية، لانه الشغف خلاص توصل مرحلة تقول خلاص عارف البرنامج والدنيا القوة ليست فقط انك توصل اول اسبوعين انك من الثبات، الاستمرارية والوصول للنهاية
ممتاز. حتى في ديننا الحنيف واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ياتيك اليقين، مو قال والله اعبد ربك 10 سنوات وان شاء الله تيسر امورك، ابدا. الشغف لابد، ايش معنى شغف؟ اني احرق نفسي، احرق نفسي حرقه حتى اصل لهدفي اللي ابغاه. هذه المهمه اللي يعني حريص ابو طلال يقول الاخيره انكم تيم بيلدينج، كلنا فريق واحد من اجل نجاح البرنامج. ترى نجاحكم سيعود لابو طلال، سيعود لي، سيعود لناصر، سيعود للاعداد، سيعود الى اللي يركب المايك. ناصر الغامدي ليه؟ اللي نقول انا ترى كنت مهندس صوت في ذلك البرنامج الناجح. فهي منظومه صح، واحد منكم سيسقط الاخرين، لا تتكل على الاخر. مثال، ناس في قريه قاعدين يحطون قدر كبير وطلبوا ايش؟ انه للمساكين نحط لبن عشان ندفع بكره للناس، فكل واحد اتكل على الثاني. جاء ناصر قال والله مع اللبن اللي بحطه ابو طلال وناصر وشنار والشباب بحط مويه، ما يضر مويه مع لبن عادي جدا. فصح الصبح خلاص الان بيوزعون، بسم الله بيوزعون اللبن، لقوا كله مويه. ليه؟ كل واحد اتكل على الثاني، بحط مويه بحط مويه بحط مويه. لا تتكل، افزع مية وافزع معك حتى ينجح البرنامج. هذه الثلاث النقاط يمكن الملخص لكلام ابو طلال، هي اللي تقودك الى النجاح وتقودني. انا ما اتشرف فعلا اذا كان في برنامج قد يسيء لي والله اطلع، وانت كذلك. هي نسبة وتناسب، هي الحياة مثل برامج الواقع، مثل المسرح. المسرح لما يرتقيه الإنسان مرات تكون بطل، مرات تكون بارس، مرات تختفي من المشهد تماما. بعض الاختفاء قوة لك يعني تظهر، والبساطة والعفوية هي نصف الجمال. فالإنسان يعرف متى يقدم نفسه ومتى يتأخر. أحسن أحسن شباب، تعرفون في ضيوف أن نكلمهم نقوم نستضيفكم يقول يحبا حنا نشوف البرنامج. صح نعم، هذا صحيح. احمد جينا نكلمه تعال نبي نعطي دور، قال عبد الله خلينا نشوف البرنامج قبل بعدين اجي افكر اجي معكم. ناصر جاء عشان ابو عبد الله، في ناس تجي عشان ابو عبد الله يجون، وفي ناس يجون يبون هو يجي في مكان مناسب به. صح. عفوا يا شباب، انتم لما تصير نصحه قويه وتادون بشكل كويس انتم تنجحون. وحرام يا شباب باقي ساعه ونص وواحد حاسن فيها منافسة. يا شباب تاني يعني إن في أشياء كثيرة نتركها عن هذنا ونترك، يعني أنا خالتي الله يشفيها ويعافيها في المستشفى، ها قسما بالله ما قدرت أروحها. الله يشفيها شفاء الله يغادر. شفت فيه فيني أنا مرتبط إني أنا جالس أساعدكم ونساعد برنامج نقدر ننجح. وأنا من حلاب هنا أسلم على خالتي وأقول عفوفيني خالتي نواب مواليد، عفوفيني ثاني آسف بس شايف أنت أنا على الهواء، وعفوفيني وأنت تقدمين العفو. وأنا بالنيابة عنها لما تخلص الزور. ببيه ببيه تقول أنتم في تنافس، هذا يأخذ من هذا وهذا ينهش هذا وهذا، يعني بحجة التنافس. صحيح في أحد الفقرات ربح إبراهيم عواد 4000 نقطة فأخذها أبو ثقل منه بحجة التنافس له. طيب هذا مصاق الحصن. في احد الفقرات الثانيه استضيف سلطان فيها واستدرج بالعاطفه ليش تسوي كذا. فانت كيف كيف ان بعض المقدمين ينقضون بعض المتسابقين بعض، وش تسمي ذا؟ حلو، انا اجاوبك، هذا سؤال فهمت. انا كيف اني انافس والقى الاسئله هذه اللي انافس عليها تجيني نقيضه في المقدمات. شباب نايف انا ما سالتك، أنا هو لا أتوبح. أنا قلت لكم يا شباب قبل ما تجي تجيبوا معافين وساكتين، قلت لكم ما في أحد يتكلم يرفع يده عشان تعرف. شباب سمعتوني أقول كذا ولا عشان ما تزعل نايف؟ أنا تكفى نايف، أنا ما أي لا يا حبيبي، أنا بس عشان أبي يمشي ما أبي كل واحد يتداخل مداخلات. شناو حبيبي بعد عمي، أحيانا المبيع يبي يستفز الضيف أو يعرف كيف ردت فعله، او هو هل صحيح انه يعرف معنى المنافسه ولا انه يبي ينتقم؟ صحيح بس هي منافسه وجاهم وجه النكبه مسحهم كلهم. انا شباب بدون تعويق اسمعني حبيبي شناب، انا جاوبتك بس انت ما عجبتك الاجابه. هو يسالك يبي يشوف هل انت من باب المنافسه او من باب انك حصومه. بس بدري على السؤال ذا، يعني انسان جديد على الاعلام تسال السؤال هذا تستدرج عاطفته يلعب فيه تقلبه كامل. انت رايك يثر على ادائه، انت رايك بدري. ها في ناس ثانيه لا ما يهم هذا الاعلام، انا جالس اقربك يمين ويسار عشان اشوف جواك. اسالك هل انت ذكي؟
هل عندك تظهر أسوأ ما عنده وتقول هذا هو وهذا أنت, أنت وهذا هذا الإعلام, هذا الإعلام, هذا الإعلام, الإعلام إني أنا أوضح صورتك عند الناس. أنت صورتي بشكل غلط, أنت هذا أنت تبعه عبط, الناس تاف بعد عمي فيه العبط بالنسبة لك صح عند الناس. في واحد يرى إن 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 هذه منافسة وقوة, واحد ثاني يرى إن هذا ها إسقاط. كل واحد وش هتنبهه, أنت أدري عليك. أنا ما راح إسقاط بس أنا شو بس أكملك الخوك. أنت أدري عليك, ما بك دعوة, فهمت؟ ببي يسألك أنت أعرف كيف تجاوب, أعرف كيف تستوعب الهدف لك. أنا ما أكلمك عن إسقاطات يا أبو طلال, فهمت غلط. أنا كيف أتنافس مع أخوي على نقاط وأطلع لي في فقرة ينتقدني بهذه ويحطها سلبية علي؟ يا حمو ينتقد يا تاج راسي. أنا أعيد لك الإجابة من جديد. هو يعمل إنه يسألك, انت اعرف كيف تجاوب بس. هذه يمكن انا اقول لك تحصلها دائما في البرامج, البرامج المواجهه يمكن انا متخصص فيها. دائما انا اقولها لاي ضيف يجي عندي, اقول له ترى انا بسالك انا وانت تتصرف. انا يعني باللهجه درجه ساعريك امام الجمهور ذكاء منك انت ايش تسوي, تستطيع الاجابه ترد علي. قلت يا اخي هذه مساحتك ميدانك, رد علي قل لي اتحفظ, قل لي مو دخل كيفي انا اللي بشوف اذا وقت التصرف. لكن من واجبي انا كمذيع اني اسال كل شيء ظهر للشاشه بدام انه ظهر. ان جبت خبايا فهذه ذكاء وهذا يسمونه صحافه. يا شباب انا 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 كنت اسوي اول ما جيت عندنا كنت اسوي فقط اسمه استفزني. يا سلام الفقره حقتك استفزني كانت من اشهر فقرات في برنامج وكانت اعلى مشاهده. تدري ليش؟ كانت هي هدفها اني انا استفز ها متسابق واشوف ردة فعله كيف يتعامل معي. هل يعصب؟ هل عصبيته تزود؟ هل هو ياخذ الموضوع مزح وطريقه وضحك وهدوء؟ الناس تبي تشوف رده فعلك, فهمت؟ ميب هي اني لا انا خايف الناس يقولك انت. لا المقصد مو كذا, رده فعلك هي فقره استفزني كانت عن اسئله شخصيه للانسان. انا اكلمك عن صياغ النقاط اللي يربحها متسابق. سب ابو طارق الحين تقول حصانه وجه النقاط. اذا انا اخذت هو انا ماني في البرايم حلو ما راح استفيد شيء. نحط انت الحصانه, هل تكون حصانه الاسبوع اللي بعده؟ الحصانه تحذيك حصانه لك ولا هلا يعني مثلا الحين ابراهيم مثلا بكره اي اخذت الحصانه انا البرايم انا ماني فيها اصلا ماني فيها اصلا, هل اقدر اعطيها واحد عشان يكون في فايده؟ كيف انت عارف انك انت في البرايم؟ مثال الحين بي هو قال لك مثال يعني قبل النمونيه. لا انا الحصانه تمنعك ان تخش برايم, فهمت يا ولدي؟ ها استفيد يا ابو طلال. معلش انا في شيء انا اساله على هذا يكون في قلت لك تفضل قلت اعطيت ناس صح. الله يسعدك يا رب. طيب احنا مثلا زيد رصيد كان واضح الرصيد الخفي لم نعلم عنه الا في نهايه البرنامج وبشرونا قالوا هذا. واذكر ان الله يجزاهم خير انا طلعت الثاني في الرصيد الخفي. انا ما كنت اعلم, كنت صح ما ادخل برامج, دخلت الظاهر مرتين ما اثر علي الرصيد الخفي, اثر الظاهر الخفي كان ينقذ. فهذا اللي سؤالي مثال 40,000 حق نايف كذا طول عمره حتى إلى كاريزما 16 وهو يدخل برايمات, هل أقصد الرصيد ينتقل معهم فقط في كل برايم وتصفروا العداد ثم تبدأوا برايم جديد؟ ها سؤال وجيه صح. سؤال حلو شكرا أبو طلال. سؤال وجيه يعني من يوم جلسنا ما سأل أحد سؤال زي كذا صح. يلا مناحي الركضة تفضل الكولاجين داوم معه. اسلم يا ابو طلال جاوب هل يبدا حلو سؤاله بما انه اعجبكم عيد ناصر ترى في فقط توجه اسف والله حكاية انت اسف يا ابو عبد الكريم احد يحكي شكرا يا هيما اسلم جاوب السؤال هل يبدا العداد صفر من الاسبوع الجاي والله الا زيد رصيد 70. شوفوا عشان اقول لكم الصراحه هم محمد تفضل تكلم تكلم ابو طلال يجري اسلوبه يقول ميت انا استمتعت من كلامه الله وطول الحلقه مش هذا الحلقه ابو طلال والله ما ينفع انا حكي من اخوك لا تسمعني ويا خلني امشي من اخوك والله العظيم كل يدان صار سمعت من ناحي اسمعوا يا شباب الله يحفظكم ويبعاكم تصفير العداد هو مفروض ان العداد ما يصفر شفت اي لكن سيف انا شفت انت تقول مفروض انا ما طبت متعبك لا بس أوكي. انا ركز على المفروض هذه لا تشيل هذا يا اخي حفه الدم حقك ما هو حفه الدم والله انت تقول مفروض بعدين تجي خلاص سيف خلاص ما شاء الله اسمع اسمع يا شباب اسمع يا حبايبي الله يعطيكم العافيه
المفروض يا شباب ان العداد ما يتصفى، ليش؟ عشان تحسون بمنافسه، عشان بيشتري ويهايط ومسوي نفسه مهايط جي ها ها يتحمل هياطه صح. بس اني انا من مبدا المنافسه حصف العداد حيصف كل يوم احد حيصف العداد. يا سلام عليك. فهمت؟ لكن الرصيد ينتقل الى نهايه النهائي. ها الرصيد بعدها بالمجموع شباب يلا ما حفظت الحكي انا ما سمحت اقول ما سمحت نايف ابغاك عند النقطه ذي ارجع صلوا على رسول الله خلي يا نايف يكمل بس يلا لو سمحت يا نايف ما سمحت انا كيف اقول لو سمحت طيب خلاص قلت يا شباب من اول بدايه ما نبي مقاطعه بيني اعرف مقاطعه حد طول ورجال عنده فقره انا ما اخذ وقته انا اسف يا احمد لو اني اسمع الدنيا كلها نقد شباب انا ليش ما بي انا المفروض اني كنت اقولها في 7 دقائق في 8 دقائق واطلع وانا استسمحت من احمد عنده وقت وعنده عائله وعنده حصص خاصه في حياته يبي بدي انا قلت عشان ما عندي وقت وعندي تجهيز باي ما تجهيز نومي لازم نجهز الحين شباب ان فيه ابيه حشرحها لكم الحين بعد شوي حنجتمع وحشرحها لكم كلها عشان تفهموا الموضوع ذا بس انا يا شباب اعتذر منكم في اسئله كثيره من حقكم تسالون بس انا عندي حصه احمد وانا اعتذر منك يا احمد ها واسمح شباب والله ما عندي وقت بس عشان رجع عنده فقرته وانا اشرح لكم واتمنى يا شباب ان الساعه هذه انكم انتم تعرفون عندكم الساعه 9 بصف العداد وواحد منكم بيطلع حصانه والبقيه الوعد ان شاء الله انه منيه كيف الحصانه بالضبط مو بشغلك انت ما انت كم منهم السلام عليكم الله يوفقك اللهم امين استرجعناكم الله يا شباب والله بعدين نايف بس حبا عشان عنده فقط يا توسع يا شباب توسع اقرب بكره 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 الله يحييكم شوكم يا شباب العداد يصفر يا شباب يا كريم الله يرضى عليك سعيد شلونكم ساكن طيبين شلونك يا تركي خذ راحتك ايه الله خل السؤال خلينا بجاوب هاو ار يو خلينا بجاوب طبعا انا بس بدي اسجل شكر يا جماعه لاني اول مره اشوفكم كلكم هلا مرحبا ابو ثامر حياك الله شلونك عساك طيب شيخ ناصر ارحب الله يحبك يا ناصر شركه عساك طيب ارحب الله يحبك الله يحبك ارحب 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 الله يرضى عليك يبارك فيك هلا هلا والله ابو عابد شلونك عساك طيب عديت المرحله شلونكم يا شباب اموركم زينه الله يرضى عليكم يبارك فيك سلمك ارحب قحطاني شلونك عساك طيب بشرنا عنك هلا تقبل الله عمر مقبول الله يسعدك فقدناك المره الماضيه مرحبا مرحبا شلونكم يا شباب ارحب ارحب عبد الواحد عساك طيب لا 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 خذ راحتك يا مرحبا يا مرحبا شلونك ارحم هلا بالزين كله شلونك عساك طيب ارحب الشيخ سيف انا ما بقول لهم بس ترى انت وصلتها بطريقه مدير الاعداد ثم يطردني ويطردك انا زعل لاني انا لما انت شرحت كنت مبتسم اها لانه وصلت لي باسرع وافضل فهم نحبه ابو طبعا كل واحد وطريقته في عمليه لان اذا ما حبيناه جلدنا هناك اكيد فهذا يخليكم على طيب الله يبقيكم يا جماعه شلونكم الله يسعدكم يا رب شوف قبل ما ابدا الساده المشاهدين طلبوا انه يكون في اجابه للاسئله وخصوصا يبغى يشاركونا فابغى اجاوب على الهاشتاج انا ما عندي وقت حتى انا اجاوب على اسئلتكم كلها الاسبوع الماضي بدا فيه شيء انا عجبني جد حتى انتبهوا للفريق الاعداد وخلف الكواليس طفت علينا الكهرب واستمريت انتم في الحديث هذا يدل على انه ايش انتباهك وحبك وحماسك للموضوع لدرجه ان في ناس لحقوني برا وانا اتمنى هذا الشيء في بعضهم عنده اسئله ما ودنا تنقال هنا فأنا موجود بعد الفقرة هذه وهنا أفضلها حتى الإعداد قالوا فكرة حلوة نروح نصورها مع سناب وبسامر قلت لا أنا هذا يعتبر عندي برايفسي بالنسبة لكل واحد فأي واحد إنه يجي عندي في مسرح يطرح مشكلته أو شيء اللي يبغاه وبالعكس قال أنا بحطها بالميوت ما ميوت قلت لا فضفضة فضفضة خذ راحتك فأبدأ في السؤال الأسبوع الماضي كانت أسئلة برا الموضوع
حاولت ان اجاوب عليها بس راح مني الوقت، فانا ابغى اوصل معلومه في وقت جاوبنا على الاسئله اللي خارج الموضوع، اذا كانت في الموضوع بالعكس وقفني. الشيء الثاني اذا كانت خارج الموضوع خليها تكون بعد ما نطلع من البرنامج، لانها اتوقع انها خاصه فيك، فبالتالي الجمهور يبغى يدري عنها، انا ما ادري عن حساسيه الموضوع وشيء خاص يعني، فانا افضل انها تكون خاصه لك برا البرنامج. طيب ابدا بسؤال قبل ما ابدا. سعود قال لي ايش الفرق بين الشغف والامل؟ الشغف والامل، الشغف زي ما قلت لك انه هو عباره عن شيء حرقه داخل الانسان في عمل انجاز واستمراريه وجوده في العمل المطلوب. هذا الشغف، شغف اني انا ليه، متى ياتي ليش المطلوب الشغف؟ في حاله ايش؟ انكسار الناس وكسلهم، وفي حاله انه صدمات الحياه، ما راح يا رجال، ما راح اتوظف، ما راح يصير، ما راح اتزوج، و طب التحطيم هذا يحتاج انه شغف، يحتاج وقود، يحتاج نار، يحتاج شيء يشعله حتى يستمر. وهذه ترى كل عند كل الناس، ترى تصيب حتى مين؟ حتى المؤمن المسلم تاتيه، يسمونه ايش عند اهل الدين؟ يسمونه ايش؟ فتور، 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 يسمونه فتور وغدا وعشاء. ايوه حلوه، صفقوني. طيب صفقوني، يصاب بفتور. الفتور ايش يسوي؟ يخليه يعني نحتاج انه يشعل هذا الشيء، فبالتالي تزود بالطاعات وذكر الله سبحانه وتعالى حتى هذا بالنسبه لمن؟ الشغف. الشغف، الامل، الهوب. الامل الواحد انه يتامل في اي حاجه، امل انه انا احتاج. طب السؤال اللي يطرح نفسه، ايش الفرق بين الامل والحلم؟ الحلم انه الامل والحلم، هنا المقارنه. الامل انه يتامل شيء يجي إيه؟ والحلم، والحلم انه يحلم شيء انه يجي. لا لا طيب دقيقه اصبر، الامل ايش؟ الامل اني انا اتامل اني باخذ ذاك الشيء ولا بصير حاجه. طيب اوكي، تعريف. والحلم اني اتحلم. طيب شيء بيجي. الشيخ سيف، الامل شيء ممكن او ما هو صعب انك تحصل عليه، لكن الحلم يكون شوي مستحيل. تقريبا هذا اقرب شيء، يقول لك الحلم احلم، هذه ساحتك. طب خلينا ناخذ اجابه عبد الله. الامل بالله انك تدخل الجنه. طيب الحلم انك تدخل الجنه. لا لا لا، يعني انا فاهم وش قصده. جميل، سيف وبرجع لكم. الحلم انك تحلم شيء تبيه، والامل الامل انك تامل شيء انك تبغاه بس ما تقدر توصل له. عكسها. طيب ما اقدر اعيدها. ها عكسوها انت. ما الله عليك، الامل انك تامل بشيء اقل من الحلم، شيء تركز عليه. احسنت. ها ابو سيف، ابو ثامر. لا لا، سديد انت. هنا 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 العاطفه تشتغل، هنا هذا الاصل العاطفي، هناك لا. تفضل. خليك انا اشوف. الامل طال عمرك اني اكون متامل بالامر هذا انه بينجح مع الايام بامر الله سبحانه. ممتاز. بالنسبه للحلم، اني احلم واني احقق الحلم هذا، واني احلم في شيء كبير، واني واني متامل اني بوصل للامر هذا. عشان الوقت ابو ثامر، الحلم بكل بساطة تحلم شيء يعني هو براسك، والأمل شيء تسعى له. جميل كلام، يعني على ما تم على الكلام. قحطاني اليوم يا 40,000 خلاص. ليس له إطار. نعم، والأمل فيه أمل أنك تحققه. نفس مثلا أحلم أني أصير كريستيانو بصير، ما مستحيل. طيب عشان نلملم الحديث، الأمل هو الملموس، هو اللي تستطيع عندك تقدر توصل له. اما الحلم، من اسمه حلم؟ دريم، اني انا ابغى يا بكره ابغى اصير مليونير، يصير. لذلك يقولون ايش؟ لا تمنع الناس ان يحلمون، هذا اللي يعني هذا اللي في يدي، احلم يا اخي وش بيضرك، احلم. لكن اذا كنت تريد املا، فالامل ايش؟ لابد ان يكون واضح، هذا يسمونه في المحصله، لابد ان يكون واضح ومحدد عشان يفهم العقل الواعي. ايش يسوون؟ يقول لك محدد، يعني لا تقول والله انا ابغى اكمل تعليمي، لا ما يفهم العقل كذا. مثلا تقول جنرال تايتل يسمونه، عباره يعني عاميه، انا ابغى اكمل تعليمي، لا ما يفهم العقل هذا الشيء، وبتقعد مكانك. ايش تسوي؟ انا ابغى اكمل الجامعه في جامعه الملك سعود تخصص كذا. لازم يفهم الانسان ذا، لازم يسمونه محدد وواضح. هذا هو الامل، كلنا نامل ان نفوز. لكن تحلم، والله اني ابغى احلم اني افوز خلاص، واني عندي وتخير. سؤالك جميل جدا يا سعود. طيب ابى ادخل اليوم الى ثلاث نقاط
نقطتين تهمنا في الحياة العامة وأيضا هنا، والأخيرة هي اللي هي المطلب اللي تكون في هذا البرنامج. شيء امتداد للحديث الماضي، ثلاث أو أربع دوائر احرص عليها، أربع دوائر خلاص يسمونها الإكستريم، أربع دوائر. دائرة لابد أن يكون فيها توازن أو بالانس، اللي هو دائرة إيش؟ أول شيء دائرة الذات، ثم دائرة الأصدقاء، ثم دائرة العمل، ثم دائرة العائلة. العائلة، خلينا نبدأ بالأصدقاء. العمل، العمل كل الناس يبغى أنه يوصل، سواء كان شيء رائد أعمال أو كان شخص مثلا عنده عمل أو يحرص على الترقيات، يحرص على العمل و لكن يقول لك لا يطغى هذا الشيء على الدوائر الثلاثة اللي موجودة. إكستريم، توازن، لدرجة أنه في ناس إيش يسوي في العمل؟ يشتغل يبغى يوصل لأعلى شيء وجميل جدا ويصرف وقته لكن إيش؟ حتى لدرجة بعض مرات يروح يجيب اللابتوب حقه وأوراق يجي في البيت. طب إيش ذنب الصغيرة اللي جالسة تنتظرك؟ تبي آيس كريم ولا تروح تشتري لها بليلة ولا تروح تمشي تكلم مع زوجتك ولا تروح؟ فلذلك هذا ما عادة يوصلون إلى شيء دائما عنوان معين يسمونه الاحتراق إيش؟ الوظيفي. ما مرت عليكم ذا؟ اللي خلاص إني أركب السيارة أكثر من اللازم، مو مطلوب، أنت أدي هذا العمل وخلاص انتهينا، لا تجيب العمل على الثاني لأنه يدف الدائرة الثانية ويدف الدائرة الثالثة الرابعة الخامسة. دائرة الأصدقاء، وهذه أهم نقطة، دائرة الأصدقاء. كثير من الناس إيش يسوي؟ يحاول بقدر المستطاع أنه يشتغل على صداقات والعلاقات الدنيا. سؤال، خذ راحتك، الصداقة كثرتها حلوة؟ لا 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 أو إيه؟ ما أبغى تبرير. لا لا، كثرتهم جميلة؟ صداقات ولا العلاقات؟ الله عليك يا عبد الله، الله عليك يا عبد الله. هذا ايش تقصد علاقات وايش تقصد اصدقاء؟ العلاقات اللي هي المعارف، انا اعرف فلان اعرف فلان، واما الصداقات هو الذي صديق لك تروح معه وتجي معه وتطلع معه وتاكل معه. انت ترون انه عبد الله صادق فيستحق تحيه قويه والله العظيم. يقولون أكثر من معارفك وعلاقاتك، وهذا اللي بتجيني في الظهور الإعلامي، يقول أكثر من معارفك، قلل من صداقاتك ليش؟ خذ راحتك، قلل من أصدقائك ليش؟ لأنه إذا كثر أصدقائك كثر من؟ غرمائك، صديقك غريمك سيكون، لأنه واجب عليك، عزمك في عشاء ولا طلع طلعة ولا طلب منك دين ولا ذا، أنت بتلبي كل الأربعين اللي تعرفهم؟ لا، الصداقة لابد أن تكون محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم صداقته ترى تنعد بالأصابع، لكن معارفه لدرجة الرجل ذاك اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم شاف إنه تعامل النبي مرة جميل معه، وش سوى؟ قال ما نحب الناس إليك يا رسول الله. قال عائشة، قال يعني لا من الرجال، قال أبوها أبو بكر، قال لا يعني وعد لأنه هو يشوف نفسه أنه أقرب الناس له من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللي لابد أن تكون مع المعارف. فعد عشرة كما روى، عد عشرة من الرجال، فقال كأنه درى هو عن نفسه، فقال خليني أمشي ما لي يعني اسم، مع أنه بس تعامله جيد معه، وأنت خلي تعاملك مع العالم كلهم بصدق ومحبة، أي مو لازم. وهذا هذا هذا اللي بيأثر ليه؟ لأنه أنت شو تسوي؟ أنت أيضا الضد، بتشوف هذا اللي هو أنت مسوي معاه معرفة، عزم الناس ما عزمك عادي، لا تزعل لأنه مو صديقك، لأنه هو يشوف عنده ناس محدودين مو أنت، وتزعل وما عزمتني وتراك، لا 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 هذا طيحين فيه كثير. إيه لا يعني متى تعتب؟ اعتب على الصديق القريب اللي قريب منك، هذا اللي أنت تقوله اللي يعرف عنك وعن أهلك ويعرف مثلا الوالدة ويتصل عليه، هذا هذا هي المعرفة وهذا التعزيز. أما المعارف يا خلهم طلعين الاستراحة الشباب اللي حقين كريزما وما عزموني، صديقك؟ لا مو بصديقك، عزم أخوياه المحدودين مو أنت منهم، أنت اللي بينك وبينها معرفة وليست صداقة، وهذه من يحدد هذه بتجينا في العلاقات العامة. ها؟ هل في صفات محددة للصديق؟ أكيد طبعاً. كيف تعرف صديقك؟ الصديق طبعاً هي كلمة من صدقك خلاص، والصديق اللي خلاص، وهذا اللي بتجينا الآن. أنت يعني استعجلت الحديث، يعني إذا كان إنه كيف أنا أتعرف على الشخص، خلينا على الموطن اللي أنتوا تعيشون فيه. شيء قالوا له انه انا كيف ادخل على، ولا خلينا باجلها حبه 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 كيف اللي تبي احنا مبسوطين، اي لاني انا ما ابغى ادخل على شيء على شيء. النقطه الثالثه اللي هي العمل، عفوا العائله، العائله تسمع شخص يقول لك شخص بيتوتي،
طب حلو جميل، يقعد مع اهله وامه خواته وبيته وزوجته، شيء جميل جدا. حق حتى لو زاد عن حده، اذا زاد عن حده هنا 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 غير المطلوب. اي فينقلب ضده، وايضا سيؤثر على اصدقائه، سيؤثر على عمله، سيؤثر ايضا على ذاته. يعني بالمجمل كل دائره ان زادت تاثر على الدائره اللي بعدها. يا سلام عليك، يا سلام. تحيه سيف يا شيخ. لا لا ترى ما هي التحيه زي حقت عبد الله. عطوه شو يستاهل. لذلك شوف، يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى اعطانا توازن في القران الكريم. ذكر قال ولا تنسى نصيبك ايش من الدنيا، في نفس الوقت ما هي تعارض. قال ايش المال والبنون ايش زينة الدنيا، وقال انه بعض المرات ايش قد تكون ايش فتنه، يعني اتركها. لا تنسى، يعني ما هي متعارضه، بس اوزن هنا واوزن هنا. الله عليك، هي توازن. لذلك تشوف انه العائله، انت تشوف بعد كورونا وبعد الحظر الناس ايش كانها جلست في البيت ما تبي تطلع. لا، ضروري انك تخالط الناس وتصبر على اداهم، خير من الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على اداهم. فانت لابد انك تخرج وتعاشر. اجل كيف تكسب المهارات عند الناس؟ كيف تكسب مهارات من الناس؟ يرحمك الله. الاخيره وهي الذات تنقسم نصين، الجانب الروحي والجانب ايش الحسي اللي هو الصحي والمعنوي. الصحي انه لا يجي على حساب صحتك او روحك، خلينا الجانب الصحي. جانب الصحه، في ناس يقول لك والله النفسيه، القلق، الضغط، ضغوط العمل، مدري ايش، ويرجع جاله سكر وجاله لا 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 لا. انا ما بنتظرك توصل احد، معليش مصرحين باعماركم صح ما حد وصل ال 40 ولا طيب جميل. لذلك شوف دائما صاحب العمر ال 40 عنده حكمه، ما هو مو كيفه خبره الحياه. الشيء الثاني وش اللي اضافها؟ حكمه الله سبحانه وتعالى، لانه سبحان الله فعلا ينظر بنضج. استاذ احمد هذه مناسبه، يقول استاذ ترى اليوم دخلت 37، يعني تو خلاص كلام. النضج في ال40 النضج في ال40 خلاص، هذا البلوغ الثاني. البلوغ الاول اللي هو البلوغ المراهق، البلوغ الثاني ينظر الى الحياه نظره المشاحنات والدنيا، يقول انا وش خلاني اسوي. فتجد عند الهدوء والركيء، سبحان الله هذه من الله. طب انا ما ابغى انتظر ان اوصل 40 عشان اقول والله اني حكيم وذا. فمن الان ذاتك ابعد عن المشاكل، ابعد عن الضغوطات، ابعد ابعد ابعد. في مقوله يقولون او اسمعها كثير، لا تحكم على الشخص بعمره، سواء انه يفكر تفكيره زين ولا شيء. ممكن يجيك واحد عمره 16 17 سنه تفكير احسن من ابو 40، صح ولا لا المقوله هذه؟ احسنت. لذلك احسنت، يعني انت تسبقوني دائما في العلاقات. بعلق عليها لانها جايه في الكلام. في كتاب للدكتور العرفج زميل يقعد يقول انه، بمعنى يقول انه في اشياء مغلوطه الحين. المفترض دائما تسمع نصائح الناس في الخبره، يقول لك امشي مع الاكبر منك ولا اصغر منك؟ اكبر منك. في وقتنا الحالي لا تطبق هذه النقطه. مش معك كله، لا، خصوصا لمن وصل مثل بعمر سيف، بعمر شيخ فلاح. ليه لا يمشي مع اللي اكبر منه؟ لانه لديهم الخبره الكافيه اللي خلاص هو يعطيك. عمر العشرينات عمر ايش؟ زهور الاخذ. دقيقه بس، كذا انا والشيخ، عشان كذا انا والشيخ دخلنا برنامج مع ناس اصغر منه. الله عليك. طيب اسمع، عمر الاخذ عمر العشرينات، عمر الثلاثينات ما بين الاخذ والعطاء، عمر الأربعين عمر العطاء. لذلك دائما انت احرص على ان تمشي من وصل بعد الثلاثين ايش يسوي، او بعد 35 امشي مع اصغر منك. القاعده الحقيقيه الان في كتب تكلمت ودراسات على هذا الموضوع. ليه الان ما تلجا بعض المرات الى ابنتك ولا ذا ان تقول اعطيني سوي لي سوفت وير ولا ابديت ولا ذا؟ لذلك يعني احرص. ليه؟ لانه عنده معلومات. المعرفه موجوده الان في الوقت الحالي، سريعه جدا، مو زي زمان. في زمان يقول لك والله خبرتنا كنا نسوي، ونعم فيهم علموني، انا وصلت الى 30 او 40، لكن الوقت الحالي انا ابغى الجا الى المعلومات. قدرت لحق على كل العلوم، فالجا على الاصغر منك. خلاص انا وصلتها، انا الان مرحله خلاص ما ابغى اخذ الاكبر مني. الاكبر مني خذ راحتك. الجيل الان تفضل. النقطه حقت السن ال 40 او 37، انت قصدك السن ال 40 و 35 37 ما عاد يمشي مع اللي اكبر منه، يمشي اللي اصغر منك. احسنت. لا يمشي اللي اكبر منه. ليه؟ لانه خلاص هو اخذ ما لدى الكبار. فالان مرحله انك تاخذ من اللي اصغر منك، طبعا لا تاخذ من السذج، هذه من الوضوح، تاخذ من العاقل. فتجي يعني مره جلس واحد انا اكبر منه بعشر سنوات،
في جلسة أنا استفدت منه بأشياء كثيرة. ليه؟ علوم المعرفة عنده سريعة جدا، فأستفيد منه بدل ما أروح أدخل على اليوتيوب ولا جلسة ذا، فأخذتها منه في جلسة معلومة. فلذلك تخيل أن يكون صديقك، وليس هناك مانع أقول لك الدكتور هذا يتكلم عن مفاهيم خاطئة في وقتنا الحالي، إنك لا تمشي مع الأصغر منك، لا أمشي، بس الشخص اللي صاحب المعرفة مو كل حياته سوني، الشخص المناسب طبعا. تفضل. تعالى فلما بلغ 40 سنة استوى آتيناه حكما وعلما. خلاص هي يعني إن طلبتها أو لم تطلبها. طبعا من يعني وصل هذا العمر ذا ويقول لك مراهق في 40، فهذا يعني أبكي عليه، لكن هي سبحان الله تأتيك يعني خلاص مثل أي مرحلة فسيولوجية تمر عليها. أوزعني أنا أشكر نعمتك التي نعمت علي. نعم. صحوا لي الشباب اللي هنا، بيض الله وجهك. فهذه الله عليك، أعطوني بعد تحية حلوة. إذن هنا المنطقة هذه يسمونها العمينية المتبادلة، أنا بعطيه هو جاي عشان يأخذ خبرتي اللي توها صغيرة، أنا من جيل التسعينات أو الثمانينات، فقاعد يأخذ مني وفي نفس الوقت أنا قاعد أستفيد منه. فلذلك امشي مع الأصغر منك، أما في عمر 20 لا، امشي مع الأكبر منك. ممتاز. وش يسمى أنا راح عن بالي اللي هو توصل مرحلة أن مثلا الأشياء هذه ما عاد تلفت انتباهك؟ لا لها اسم، أو أن يعني كيف أقول لك، إنك تحسب الأمور وعادي تمشي مع الأصغر منك تستفيد. يجي موضوع مثلاً أول كنت تزعل منه الحين خلاص صار عادي عندك، إيش يسمى هذا؟ يمكن ما أكثر كيف؟ هو النضج، هي مرحلة النضج. النضج لذلك لها اسم علمي، ما أدري والله يمكن ما يحضرني، لكن النضج أنا أقول لك أنا ليش يعني شاهد حديثي، أنا ليش أنتظر 40 عشان أخذ هذا النضج من الآن؟ طيب فلذلك أقول لك لا تؤثر الضغوطات والتعامل مع الناس ما عشان تؤثر على صحتك. ليش توصل للأربعين وانت معك ضغط ولا سكر ولا كوليسترول ولا 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 وعندك انفصام؟ من الآن عدل من هذا المعدل. نفس القصة الجأ إلى الثاني اللي هو الجانب الروحي. الجانب الروحي مهم جدا، يعني معليش يمكن أنا مو في موطن أن أتكلم عن الجانب هذا، لكن بما أني مسلم وأنتم مسلمين، يعني أذكر في أحد الكتب واحد مترجم كان يقول لك دائما، حتى المصريين إيش يقولون، إخوان المصريين موجودين معي في الكنترول دائما عندهم مثل يجي يقول لك إيش، اللي ملوش كبير إيه يشتري له كبير. من الكبير عندنا؟ الله سبحانه وتعالى. يقولون الجأ، يقولون حتى انهم يبغوا يخرجون من قاعدة اني ما الجأ الى انه بعيد عن الالحاد، يقولك الجأ الى شخص لديه نفوذ، ومن اعظم من الله سبحانه وتعالى. لذلك تفضل. طيب واحد يأذن يا جماعة ونرجع مرة ثانية، تعطوني وقتي اهم شيء، تعطوني وقتي، ترى بقعد بعد صلاة العشاء وباخذ فقرة ال طيب. الله يرضى عليكم، اسلم. مش مع أصغر منك، مش تمعنا أنا فهم. جميل جميل، واضح جدا. لذلك لا لا في أي يعني ما تأخذ واحد 20 سنة بينك وبينه، لا بس أو إنه يبان عليه مثلا ممكن استفيد منه أنا شخصيا أكثر من اللي عمره 20، بس عندنا مجتمع. أحسنت أحسنت. لذلك دائما يعني أرجع يعني أبعد عن يعني فعلا إن قد تكون شبهة صحيح، لكن في وقتنا الحالي أصبح الناس يعني شوف والله العظيم أمس مقابل واحد عمره 23 أو 22 جلس معه، يعني صغير لا لحية ولا شنب ولا، بس أقسم بالله كاني ما تسمع يقول لك اللي عقله، أقسم بالله بعمر 60. إيه لذلك أحيانا العقل يغطي على العمر. عبد العزيز رجل، أقسم بالله رجل ونعم والله العظيم. عبد العزيز طلع معي في رحله في تركيا واقسم بالله انا اتعامل مع رجل. طبعا عبد العزيز ما يعني استحي اني اتعامل مع طفل صغير. اخوي كم عمره؟ عمره 15 ثاني ثانوي. معنا في البرنامج يمكن كان طلع معي رحله إيه؟ ولا انا متواصل كيف الحال علوم رجل فعلا. هذا مثال ثاني. انا امشي مع الشيخ عمره 40 ما استفدت منه، بالعكس تضررت. هو خطا انك تمشي معه 30 عام كديش هو يخشى انه ينقص منه. هذا مثال، لان تمشي مع اكبر منك مش عارف يصير. اسلم. سن 40 اني اوصل في سن 20 وهذا المطلوب انا اللي ابغاه انك توصل. سم طيب احنا بنطلع الحين صلاه او صلاه العشاء اذان العشاء ونرجع نكمل بنكمل حديثنا احنا يا استاذ المشاهدين ترى باسئلتنا الى ما ندخل على الجسمه، فانتوا ارجعوا لي بالهواء على طول ترى انا بكمل ما راح اوقف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حق لا اله الا الله على هذا الكلام. كلنا نصلي اللهم لك الحمد، لكن تختلف الصلاة عن الصلاة. عشان نتكلم عن الجانب الذاتي ولا العبادات تركوا، لا، لكن أتكلم عن الصلاة لأن هي عمود الإسلام. إذا لجأت إلى الصلاة أنت تسمع مقولة كذا أبغاك تركز تبعد كذا شوي من بعيد فوكس، أرحنا بها يا بلال. ثانياً تعتبر إيش؟ راحة. هموم الدنيا موجودة في حياتك، مشاغل و إذا وصلت هنا ابعدها ابعدها وابدأ مع الله مناجاة. اللهم بعد بين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقيت ثوب من الدنس، اللهم استشعر كل كلمة الحمد لله رب العالمين. هنا اتصالك مع الله سبحانه وتعالى إلى أن تسلم ستشعر بحقيقة الراحة النفسية. أما أنك تدخل الهموم والدنيا وواء تجد أنه فعلا أنت تطلع من الصلاة أديت جوانب كثيرة بهذا الموطن. استشعار يعني تستشعر الصلاة. استشعر الصلاة. أنت واقف قدام مين؟ وفي في أهل يعني أهل الحديث وأهل القرآن يعني تكلموا بشكل يعني في إسهاب بهذا الموضوع. أربع دوائر يسمونها إكستريم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا. أحسنت. ثلاث حروف: الضاء من الضيق، والناء من النكد، والكاء من الكدر. أحسنت. لذلك هي زي ما يعني ذكر هذا الغربي قال انه ارجع الى نفوذ. هو عندها يعني النفوذ اللي يشوفه هو ممتاز، لكن احنا نفوذنا وين؟ عند الله سبحانه وتعالى، لانه يعني عنده نفوذ اقوى مني، فهذا هو اللجوء الحقيقي. قاعده ثابته، كل وطريقه. نعم. طبعا هذه المواطن. طيب انا انتقل الى مرحله ثانيه، اهداف. انتم عندكم اهداف سبحان الله، انا اقرا عنها لقيت انتم تطبقونها انتم الحين موجوده في حياتكم، لكن للي يلتقطها يقول قاعدة اسمها 1-90-90. واحد 90-90 يقول ضع هدف واحد في 90 يوم خلال أول 90 دقيقة من يومك. أي مهارة، لغة إنجليزية، قراءة كتاب في تخصص، لا تقرأ كتاب. إيد أستاذ أحمد. واحد في 90-90 اقرأ، عفوا، عندك مهارة واحدة بس خلال 3 أشهر 90 يوم. ابداها في اول 90 دقيقه من يومك اول ما تصحى، لا تحطها في نص اليوم بعد الغداء بعد العشاء ولا. ليش اول؟ لانها عمليه الاستيعاب، هذه اول مرحله استيعاب عندك كذا خلاص فاضي العقل. رسم اهداف. إيه؟ اول يعني حتى واحد جاء قال انا في تطبيق باللغه الانجليزيه يدخل عليه اللي هو يتعلم اللغه الانجليزيه، ياخذها اول 90 دقيقه في يومه، بعد 3 شهور عنده مهارات. هذه يعني هذه حقيقه يعني لا غبار عليها. لا اول ساعة ونص 90 دقيقه. من استيقاظي ولا متى تدري؟ من اول ما تستيقظ قبل اي كل عمل تشوفه. في ناس ايش نسوي؟ نروح اتصفح السوشيال ميديا، اتابع، اكل، افطر، ما ادري شلون. لا اول اي اول 90 دقيقه. هذا انت ذكرتوا سالتوني الاسبوع الماضي انه متى اوصل مرحله المهاره بلا وعي؟ ذكرت لك انه تختلف من شخص لشخص، لكن هذه دراسه جديده يقول انك 1-90-90 تصل الى المهاره، توصل مهارة يعني مقبولة. 90 تحصل أن عندك المهارة موجودة في حياتك، ركز بس على النقطة اللي أنت تبغاها، فعلها موجودة. توصل إلى مهارة إيش؟ أنه وصلت لمرحلة حفظ قرآن خلاص،
90 يوم تحصل انك عندك خلاص انت حافظ، وصلت بقدر المستطاع الى اسمونها مهاره بلا وعي. طيب خلاص. طيب ننتقل الى الظهور الاعلامي. الظهور الاعلامي وهذا اللي بتستفيدون منه في حياتكم. وسبحان الله بالصدفه ابو طلال قال لك التنافس الاسبوع الجاي راح نتكلم عن التنافس الاعلامي، لانه مو هنا التنافس ابد، هنا انتوا اخويا واحباب، تنافس برا. كيف انا اكون متنافس؟ كيف انا اظهر قدام الناس؟ لانه انت طالع من هنا سيغلبك ناس كثير برا، ناس وصلوا بالارقام بالملايين. طب كيف انا اجاريهم وادخل معاهم؟ لانه كثير من البرامج الواقعيه طلعوا ما قدر يركب الموجه، مركب الموجه قاعد في بيتهم والله العظيم كانوا في وهج، في وهج البرامج بس ما هو موجود. هل هو صح انه وقف؟ غلط. انت ليش مضيع عمرك 90 يوم هنا عندي؟ ليش جيت تصرف يعني ترى وقتك من ذهب. حتى في الوظيفه الناس يقول لك ايش سبب يعني ليش انا اخذ راتب على الوظيفه؟ عشان ادي عملي. لا، عشان انا اشتريت وقتك، اللي بدفع لك اياه انا اشتريت وقتك. لذلك في شيء اسمه اوفر تايم. ايوه، الوقت انا اشتريت وقتك اللي مفترض انه تنام فيه وتقعد مع اهلك، فاشتريت اعطيتك راتب عليه، ترى مو على عملك. لذلك بعضهم يجي يقول لك يعني يمكن هذه من يقول لك سواء حضور وانصراف، واهم شيء انه يبغاك من الساعه ذي للساعه ذي بيعطيك فلوس عليها، اديت او ما اديت. لكن هنا ترجع الاخلاص انه ايش والاتقان، اني انا اشتغل بذمه الضمير هذا. فانا اشتريت وقتك بالساعه، فوقتك انت 90 يوم انا مشتريه مقابل شهرتك ووصولك للناس ونفوذك. طيب ما بعد البرنامج والظهور الاعلامي عندي ثلاث مثلثات، وبعدها بترك لكم الاسئله. اول ظهور اعلامي مهم جدا عندك يسمونه ايش؟ العلاقات. العلاقات، تفضل. العلاقات، وزي ما ذكرنا العلاقات لابد انك تكثر منها في المجال الاعلامي. معليش هذا المفهوم قد يكون محرج عند بعض الناس، لكن في الاعلام لا، مسموح ومطلوب وركيزه ان ايش؟ وسهل المطلوب، ولا حد يزعل منها. ترى اجي اقول ناصر كيف حالك عساك طيب، بشوفه في حفل توثيقه، ابي رقم جوالك لو سمحت ابغى اتواصل معك، مو بعيب. ليه؟ عشان المصلحه الفلانيه. يقول ما طلبني الا عشان المصلحه. لا، في الاعلام مطلوب. هذه نفس الواقع. لا، اكثر من معارفي في الاعلام لكن اقل مصداقاتي الاعلاميه في الاعلام. انا نصيحتي انك لا تكثر صداقتك في الاعلام، هي عشان كذا هي نفس الواقع تقريبا. إيه؟ لانه اصلا انا ماني ماشي معك الا ايش؟ لمصلحة، تبادل المصالح. فنادرا زي التجارة، شوف أحد صادق واحد في التجارة يعني معرفة وحب وانتماء، بس صداقة واحد ولا اثنين، لأنه في بشيء بزعلك منه، في شيء بزعلك منه. أنا أشوف أن الصداقة كل ما كثرت الصداقة طيل العمر كل ما كانت أفضل لك، سواء من إعلاميين ولا غير إعلاميين. ليش؟ بسالفة، يقول جاك شايب يطيل العمر قبل ما يموت ووصى ولده، قال اسمع يا ولدي حلو، في كل ديرة بيكتبني لك بيت. ممتاز، خلك بيته في كل ديره. قال ايه باك كيف؟ المهم قال المهم جاك العلم، خلك في كل ديره بيت. الرجال ما معه دراهم، سوى الرجال يطيل العمر، مات ابوه، يا مات ابوه يطيل العمر، قال انا وين ابني في كل ديره؟ يبي لي ميزانيه. المهم يروح لها شايب، قال انت ايش فيك؟ متكدر خاطرك ايام يوم مات ابوك. قال ابوي حملني حمل ثقيل، يقول ابن لك في كل ديره بيت وانا ما معي دراهم. قال هذه وصيه ابوك؟ قال لي هذا اللي وصاني. قال ما هو بيت انت ابنيه، بيت اجعل لك في كل دير تم بيت، يعني اجعل لك في كل دير تم صديق. يا سلام، سهل علي، تحيه لهذا الحديث. لكن فعلا سلطان، هذا اللي انا اقصده، انه اجعل لك مندوب في كل مكان. معرفه، تروح الجنوب تحصل لك احد، تروح الشمال احد، بس ان كثروا كصديق تتعب انت، لانه عندك ثلاث دوائر تحدثنا عنها. السالفه اللي هي اروح ادف الدوائر، ليه ابروح البي ال 400 الف اللي موجودين في السعوديه؟ طب وهلي وعملي وحياتي. لذلك تجد انه واحد ان اصرف في ذا المجال اهمل. اذكر طبيب وجراح، سؤال سالته قلت وش طلعت من الحياه هذه؟ قال اهملت عائلتي. وصلت طبيب جراح، قال اهملت عائلتي، مناوبات ودنيا. مو معناه انه غلط انا اروح للطب او الاعلام، لا، معناه انه اوزن، لا تعطي شيء اكثر من حقه. فهنا يكثرون غرمائك، يطلب كذا وفلان وليش ما جيت وما وصلت القوعيه وما جيتنا وما سلمت علينا وما ادري شلون، وبيزعل منك وبينقد عليك لانه ايش؟ صديقك. اما ان كان معرفه فمعذور. يا سلام، جيت يا مرحبا. هذه المعرفه، المعرفه اللي يعني وحكيت شيء في الديره ذيك الفلانيه معرفه. لكن الصديق، الصديق هو اللي معك 24 ساعه،
هذه بس وضحت الفكره. الشيخ سعود اللهم امين. خاولك 50 ومن بين ال50 10 ومن بين ال10 4 يكونوا هم اصدقائك الروح بالروح. ختم حديثي ويقول من ها ويقول الله يطول بعمره يقول الزمن ذا خويك مخباك كل ما كبر مخباك وكثر كل ما خواك الناس لا من قال مخباك ما حد مخاويك. يا سلام هذا وصيت لي ما افخمك وما اعظم جدك. يا سلام اي والله اقسم بالله نرجع لان اللي يكبر في العمر يوصل طبعا بلا شك بلا شك. طيب ذكرنا العلاقات بكل تفاصيلها. في العلاقات هي يعني شعره لا تزيد وذكرت لكم اياها. لا تقترب يعتابي مني الاقتراب المطلوب وانت صديقي لانك ستتضرر في يسمونها المياه الاقليميه. المياه الاقليميه الحين بين الدول حلو. حدود بين السعوديه ودوله ثانيه. هذه ان جيت بدون تصريح ترى فيها مشكله. وايضا انت في مساحه ما تطعمها لا تدخلها ما لك دخل فيها حتى لو كنت صديقي. حتى لو كنت صديقي هي برايفسي الا اذا انا سمحت لك واظهرت لك. طب تسمح لي تفضل ما بعد تسمح لي منك دخول حياك افتح لك قلبي يا عزيزي. فهذه العلاقات الظهور الاعلامي يعتمد ايضا بعد العلاقات المهارات السكيلز وهذه تكلمنا عنها المهارات بكل التفاصيل ويعني واضحه. اعمل سريعا وكثيرا وخبره وتصل لنفسك ايش وهي قاعده 91-90 الأخيرة وهي التجديد. التجديد تجدد مهاراتك. في ناس أعرف لهم يقول أنا عندي خبرة 10 سنوات أوه هي نفس الخبرة تلاقيه هي خبرة سنة واحدة بس مسوي كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست يجيك يقول لك ترى تسافر أمريكا وترجع نفس وليفة وحكمة وأمثاله وشعره نفسه ما تغير لأنه قاعد يكبرها. مثلا بداية إعلامي يصور تغطيات أول شيء كان بجوال بعدين حط مايك بعدين ليه الحين معه كاميرات بس تطور نفسه كل سنه يتطور تجديد. وانا اتكلم عن التجديد ايش في الحديث والمعلومات. لا تقول والله انا متخصص في المجال الفلاني. انا ابغاك اذا تكلم عن الذكاء الاصطناعي انا معاه مجاريكم زي الطب ابديت. اذا كان عندي مثلا جانب مثلا في الكوره تكلم في الطقس تكلم خلي عندك معلومات لا تكون جاهل. جدد بالمعلومات اقرا اقسم بالله انه نعرف الشخص اللي عنده علم واللي ما عنده علم. الجاهل حديثه ما يدري شلون. لذلك في فرق بين المعرفة والمعلومة. مين يجيبها؟ ما أبغى واحد رفع يده وتكلم أبغى اللي ساكت. بين المعرفة أنا جبت لكم معرفة ولا جبت لكم معلومة إيش الفرق؟ في أبغى أو تركي عليه السلام تفضل. المعرفة طال عمرك اللي هو أنها عرف الشيء ودرسها أكثر من مرة يعني واصل معه حلو. والمعلومة أنك شيء أنت تقراه وتتعلمه وتتعرف هذا كيف وهذا متى وهذا كيف صار أنك تتعلم كذا. طيب ابغى واحد يبعد يوضحها. فايز ما تكلم تركي تفضل. سم مع التجربه. طيب حلو ما جربتها بس عندي. جميل كل واحد تساند الثانيه وتعنز بها غيرك. تفضل انت تكلمت. ها لا افع عليك عيوني لك وحيدي من اول يوم عيوني لك الله يطول عمرك مع الصبر. شفت صبرت بالضبط. تفضل اسلم. المعرفه والمعلومه نفسها زي ما تقول الشخص اسأل مدرب ولا تسأل طبيب. ممتاز. المعرفة بحيث انك قد جربت. والمعلومة عندك معلومة بس ما قد جربتها. احسنت. فهمت هذا المقصد. هذا المطلوب. هذا اللي دائما نشوفه يعني فرضا سعود. بلاوني. بلاوني. علمك اياها. اما المعرفة شيء انت تعرفه ومارسته. هي الممارسة اكثر شيء. يعني بعطيك مثال بسيط. الحين مثلا عندك كتاب مثلا في الدين كتاب التوحيد الاصول الثلاثة. ليش تشوف طيب انا خلنا اقرا واصير شيخ. ليش اروح الحرم واقعد قدام الشيخ واقرا منه واسمع ليه لانه قاعد يعطيني معرفه واللي قريت انا وشو معلومه ترى بامكاننا ندرس الجامعة وكلنا نقرا في المعلومات وتعليم ذاتي لكن يوم تسمعها من الدكتور تسمعها من الشخص المتخصص هذا يعطيك معرفه. فهذا فرق بين المعلومه انت يمكن تحفظها بعد شوي تقول لك والله عطني يا سعود فايز عطني مثلا عن الذكاء الاصطناعي بيروح يقرا لي كم كلمه يرجع بعطيك 5 سنوات تقدر يعيد لي المعلومة؟ استحالة. إيزي كم إيزي جو. المعلومة اللي تأتي بسهولة تذهب بسهولة لكن تخيل هو ممارسها وعارفها فيعترف إنه إن هذا الشيء. أنا مرة جاني قال أنا باك تقدم برنامج في سدايا. تعرفون سدايا؟ إيه معروف. ذكاء اصطناعي. قلت ما عندي خبرة. قال لا بس أقرأ محاور ونزل. قلت لا ما كذا ما أقدر أضيف. لا 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 ما. ليه؟ لأنه بيجاوب الحين جاء قال والله هو تركيب المدري إيش والداتا مداتا ومدري إيش.
انا ما اعرف رد عليه يصير شكلك اي فاقترحت قلت عبد الله السبع تعرف عبد الله السبع عبد الله السبع ترى تقني يمكن ما يقرا المحاور فلذلك في فرق بين المعرفه والمعلومه انا اقدر اجمع لانه اللي انت بتسويه انك قرات معلومه هو معرفه عندك احسنت هذا المثلث الثلاثي طيب هذا في عمليه الظهور الاعلامي قدام الناس لابد ان يكون عندك شيء متجهز له قاعده الصقر لن يطير الا بجنحه ان يريش ريش ريش لازم يطلع الريش فبالتالي لا تتصدر اي معلومه او اي معرفه ليش لانه يوما ما بيسالك اي سؤال في جلسه ما ادري شلون واحد تصدر مثلا في فتوى ترى انت حافظ لك كم حديث ولا قران وبتروح تجاوب لا لانه بيجيك سؤال لا 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 فتلاقيه يجاوب على هذا المراه بنفس السؤال لكن بطريقه ليش مراعي شخصيتها وهذه مراعي شخصيتها وهذه مراعي ظروفها وهذه هنا المعرفه قبل نقاشنا هذا كله انت قلت حاجه يعريك قبل نقاشنا يعري ممكن السؤال هذا يبي يعريك انه انت معلوماتك محدوده انك مش ملم مش عشان كذا انت حاول بقدر المستطاع ان تكون ايش مستعد لكل سؤال لكل جواب هنا في المعرفه اما المعلومه انا بتجهز ما تشوف مره طلع ميمز في واحد في امريكا يعني سوى برزنتيشن قاعد يتكلم عن راح شيء كتب بالعربي لا احد يسالني شفتوها كتبها بالعربي عشان ايش اخوياه لا تسالوا لا تنكبوني قدام الدكتور ليه عنده معلومه ولا معرفه عنده معلومه ما يقدر يجاوب عليه ما يقدر يجاوب عليه هو محدي انا ترى حضرت واديت الواجب المعرفه ابي ابحر وهنا تصل مرحله الثقه اللي صاحب المعلومه ليس لديه ثقه معلومه قال لكم انا حفظت لي مدري شعر عن مثلا المتنبي وجيت جيتني قلت احمد طيب متى مات المتنبي اقعد بها هنا عندك معلومه بس المعرفه اكثر غزاره من المعلومه وكميه معلومات وش سببها المعرفه الاتقان ايش سببها ايش سبب اني وصلت للمعرفه التعلم والممارسه والتجربه شيء زي كذا احسنت عشان كذا يقول لك دائما اذا بتحرص مثلا اللغه الانجليزيه تدرس او شيء زي كذا يعني الشيخ ناصر درس انجليزي وين في بريطانيا يقدر يدرسها هنا لكن بريطانيا مثل ليش ما صل المرحله يسمونها ايش الانغماس انت الان في مرحله يسمونها الانغماس 90 يوم جالس كل الحديث بتسمع خلينا نروح كافي ذاك الفلاني لا لا لا. ولا خلينا نمرك في اليووك تسمع ذي الحديث هنا لا فاقده ايش تسمع هنا اربيز تعالوا اجتماع مايك فانت في انغماس تطلع برا تحس انه شيء جديد عليك واحد يقول لك خلينا نروح امرك ليه منغمس طيب طلعت بالخبره السكيلز هذا طلعت فيه برا كمله ليه توصل الى المعرفه ليه لانه يجيك الحين واحد خريج برامج واقع يرجع مقدم برامج لا اصبر انا في نظره يعني في وجهه نظري اصبر توك اول عيش وادخل دهاليز الاعداد وذا وبعدين اطلع اما انك تطلع كذا قد تكون هش ودائما سقط فيها ناس كثير اختم فيها ينجحون بعضهم مره ثانيه انت الحين طلعت بمهاره سكيلز انغماس 90 يوم سمعت ايش معنى اربيز ايش معنى مايك مدري الستوري اديتر سمعت سكريبت سمع مصطلحات ما تسمعها في البيت افتح الثلاجه اطلع الدور اللي فوق روح الحمام الله يكرمك هذا اللي تسمعه انت هنا في انغماس زي ناصر يوم كان يقول انجليزيه قاعد مو بلازم اللي يتعلمه حتى الهاوس اللي جالس فيه حتى في برا المطعم تفضل سيف 10 دقائق سيف بس فهو منغمس فهو مضطر من المطار اللي يقول لي اعطيني التيكت وين الطياره وين متورط هذا انغماس وانتم اللي تحصلون عليه ايه لا تدخل في التقديم على طول ادخل مع الاعداد ليه الاعداد كل معد ناجح مذيع ناجح يعني اول شيء تنصحني اذا رحت من البرنامج اكون في الاعداد بعدين اكون مقدم احسنت ليه لانه المعد في الاعلام حقيقه راتبه اعلى من المذيع معروف ما اعلم مين قال لك المذيع يعني هو واجهه المعد فلذلك المعدين هذا كنا نتسولف مع فريق الاعداد هنا يعني انا اعرفها اللي في القنوات الكبيره اللي تعرفونها ثلاث قنوات موجوده في السعوديه راتب المعد يسمونه مدير التحرير او يسمونه الاديتر هذا اعلى من المذيع بكثير ليه لانه هو الخبره هو اللي علمني هو مرآتك يسمونه بروديوسر هو اللي علمني هو اللي تقول لي ترى احمد ترى المايك شماغك معاك طبعا هي تخصصات في علاقات عامه وفي مدري ايش بس ما هو موطن هذا بنجيه اذا تكلمنا عن الاعلام بحذافيره تفضل متى يفقد الاعلامي شخصيته متى يفقد الاعلام شخصيته الاعلامي الاعلامي شخصيته الاعلاميه
الشخصية الإعلامية أو الظهور الإعلامي تتكلم. شخصيته هو شخصية الإعلام كإعلامي. طبيعية ظهوره. متى يفقد؟ إذا ما كمل. إذا ما كمل، إذا ما تجدد. وأنا قلت لك الثلاث الأشياء، إذا فقد مهاراته، طيب واحد عنده مهارات أبو 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 يعني قبل 10 سنوات، طب ما جدد. هو نفسه نفس المقدمة. أسعد الله مشاهدين الكرام حديثكم في هذا اليوم، نفس المقدمة هي نفسها. سلامات، وش أخبارك؟ في كلمات أحفظ، جدد، مدري شلون. أعزائي المشاهدين، طب في واحد بدالها حياكم الله. يعني شفت كيف؟ ما تتجدد في الحديث، ما تتجدد في المهارات، المواكبة. ودائما أنا أقول لك أنت واكب تصل للناس. لذلك لأنه أنت إذا بس مجرد أنك تتوقف الناس قاعد تنافس، قاعد تعدي. عشان كذا بعد 5 سنوات يجي يقول لك والله الرجال متغير، والله مو بأحمد اللي يعرفه، وش اللي صار عليه؟ الرجال شغال. فهنا تفقد بيدك هذا الشيء. طيب آخر حاجة في عملية الظهور الإعلامي، في 4 أنواع من الاتصال أختم فيها وبعد أرد لكم السؤال الأسئلة. الظهور الإعلامي أنا قلت لكم أول الأسبوع الماضي في شيء اسمه verbal communication وان verbal communication اللي هو اتصال لفظي وغير اللفظي، سوينا لعبة عليه. طيب قال من أنواع الاتصال أو شيء اتصال بعد ذات، وهو أقواها إني أنا أتكلم مع نفسي إيجابياً، خلاص إني أنا أفضل من شخص من الشخص الأمامي، أنا عندي قوة، تعطي نفسك إيش شعور بالثقة، فهذه أقواها وهو الحديث مع النفس. الاتصال الثاني خذ راحتك اللي هو اتصال الجماهيري اللي إحنا نشوفه دائماً مع الناس، الماس كوميونيكيشن، أنا كيف أتكلم، وهذا مهارة وبنيجي نتكلم عنه. وأنتوا سويتوه، أنا شوف يعني كوجهة نظري قاعد أتابع كل شخص اللي قدم اللي قدم أيوة اللي قدم الأمسيات الشعرية، ولا ترى في مهارات حلوة جميلة جدا اللي هو اتصال مع الجمهور. وأتوقع إنه أنتم حاليا أنتم عديتوا هذه المرحلة، بس اللهم مهارات توزيع النظر، الاتصال، نبرة الصوت. هي 4 أشياء، نبرة الصوت لازم يكون فيها تون طلوع ونزول، طلوع ونزول على وتيرة واحدة، مو على وتيرة واحدة، أحسنت. وتوزيع الأنظار، أطالع كحل عيونك بالشباب ما شاء الله يزينهم وشوف ومدري شلون. طب أنا ما أقدر، أخاف أستحي إذا طالع فيني اي طالع في جبهته كبيره صغيره صنادحه طالع في العقال، لا تناظر في العين لان العين قد تكون محرجه في البدايات. النقطه الثالثه ايش؟ البدي لانجوج، لغه الجسد. لغه الجسد، احسنت، لغه الجسد، لغه الجسد وظفها. في عشان كذا انا تمنيت انه ما عندي وقت، بروح اصلي العشاء وبنرجع الاسبوع انا إن رجعني عبد الله في لعبه يسمونها اللي هي التوافق العصبي العضلي. توافق العصبي العضلي اني كيف اوظف كلامي، يعني مثلا انا اقول ونحن الان في برنامج الواقع، وين مو بصحيح، وين برنامج الواقع؟ هنا. فبالتالي في صدق تطلع المهارات، بس طلع انت شخص خليه يوقف يتكلم، يدينا ما يدري وين تروح، يا او ان تكون ثابته او ان تحطها في جيبه، لا لابد انها تتوافق عصبيا عضليا مع حديثك ومع ادائك. زي وذكرتكم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين، سوى كذا صح؟ لا سوى كذا، توافق عصبي عضلي، توافق مع الحديث مع الكلام. ليه؟ لانه اذا فلت مني سمعي، يمكن منكم سمعي اللي ما يراضي، مو لازم يتابع الخطيب الجمعه، تلاقي طالع وكذا هو سامع مستمع، مو بصري. لا في ناس بصريين لازم يطالع يشوفك، ما يشوف احمد السويري هنا، لا يشوف عقاله واليوم لابس نظارته، الاسبوع الماضي ما لابس نظارته، ثوبه وسخ ولا نظيف، بصري. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. بس امتداد كلامك، انا قد اطلعت على الدراسه يقول لك ان لغة الجسد في توصيل المعلومة أهم من التواصل اللفظي، الغير لفظي اللي هو لغة الجسد أهم، وياخذ يمكن 52 أو 75% أكثر من اللفظي، فأهمية اللي هو لغة الجسد وتوصيل المهمة. بس لذلك بعد صلاة العشاء بنلعب بإذن الله، اندخلوني وطلعت. الأخيرة اللي هو الاتصال اللي قلنا التنظيمي اللي تسمع في المؤسسات، الاتصال المؤسسي اللي إيش؟ عملية الاتصال مع الناس وعملية التوافق معاهم وكيف نوصل المعلومة وحنا ترى عندنا وذا. وفي تدخل فيها أتوقع سيف حضر لي دورة كانت اسمونها تسويق الذاتي، أو أني كيف أنا عبارة عن برودكت وكيف أوصل نفسي عند الناس، أن أنت عبارة عن براند. تفضل. طبعا أنا حضرت الدورة كم شيء كنت كلمة، قلت الإعلامي أو المتحدث أنه يتغير كلامه، مثل ما يقول مثلا مقدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي المشاهدين، انها ما تقعد معه في خبره 10 سنوات ابدا، ما تقعد صحيح؟ صحيح. انا قاعد اشوف كلامك ما شاء الله من كل حلقه الى حلقه مو نفس بعض. عيوني لك ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى عليك من طيبك. انا كذا وقفت اخذ اخر سؤالين وبعدها ان سمحوا لي اني ادخل معاكم باللعبه، لعبه ممتعه وفيها هبد وفيها ضحك يعني وتنظم واتمنى ان طلعت جربوها كثير، ترى ممتعه على الشاشه وفيها ضحك وتكملونها انتم باذن الله. اخر سؤالين.
اكرمك الله ركبتي كذا كذا تهز، فدائما اللي جنبي ينزعجون من الحركه هذه، وانا هي تلقائي وما تدري عنها، ما ادري عنها كذا، فجاه اسوي زي كذا. مو هو توتر، هذا ذكاء منك، هذا ذكاء منك، لانك ما تدري عنه. يسمونه ايش؟ احنا دائما اذا كان يبغى يطلع قدام الجمهور، ولا تلاقي الشاعر اذا عاده الشاعر خلاص تعود، لكن قاعد بيتكلم وش ماسك عيش سبحه يقول لك تفريغ شحنات النيجاتيف داخل السبحه ذي. فبالتالي اذا تكلمت انت بتطلع قدام الجمهور ومرتبك، يدينك تحس ان فيها رجفه، امسك قلم، لا امسك قلم، فرغ طاقتك هنا. وفي ناس يقول لك الكوره، ما الكوره، تخيل تطلع قدام كوره، لكن قلم سبحه التفريغ هذا ما حد شايفه. تخيل ان عندك بوديوم منبر، السلام عليكم، هز على كيفك، ما حد درى عنك. فهذه تفريغ طاقه، لكن بعد فتره تروح منك، هي تفريغ طاقه سلبيه نيجاتيف بس. احد عنده سؤال؟ سعود، انت قلت قبل شوي ان المقدم انه يغير نبرات صوته. اي يعني مثلا انا ترى احب التقديم واطمح ان يكون مقدم يعني على مستوى وشفتك السعودية، ما شاء الله تبارك الله عليه، فقاعد احاول اني اعدل من نفسي واحسن. بس الكلام كنت يعني قصدك انت تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زي كذا زي كذا. لا هذا طبعا مهاره بجيكم فيها ان شاء الله يوم من الايام، اللي هي انه كيف انه كلامك ما يكون صبه، ما يكون خط، تعرف اللي هذا حق نبضات القلب. أيه ما تشوفه كذا خط واحد كنا ميت، عطي ارتفاع زي حق الزلازل ذا، عرفت؟ السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، وفي تشديد على الكلمات المهمه اللي بوصل لكم. مثلا بنتكلم عن اليوم الوطني في المملكه، خلاص فاكيد حديثي راح يكون عن المملكه العربيه، فاقول ايش؟ المملكه العربيه السعوديه. ليه؟ توصل في العقل اللاواعي انه فعل اوه هذا تركيز. وببين لك مثال ذكرت لكم الاسبوع الماضي في عمليه التشديد في الصوت، ايش الفرق بينها؟ اقدر اقول لك بصوتي، ما سويت بدي لانجوج وبتفهمني. تخيل سعود، معليش على الكلمه دي، بقول لك ما شاء الله عليك توكل على الله، خلاص. وبقول لك نفس الحكايه، شوف صوت بس، ما شاء الله عليك توكل على الله، ايش الفرق؟ ايش اللي وصلك؟ الاولى وشي؟ عادي هي يعني احس ما فيها شيء، بس الثانيه احس انك متنرفز. طرده الاولى، الثانيه طرده، الاولى تحفيز، مع انها نبره صوت. اذا نبره الصوت لها دور في عمليه وصول الله عليك. معليش على رفعة الصوت. لا عادي مثل ما قال سعود، نبرة الصوت مثل الحين الكورة، معلق الكورة مختلفين. أحسنت، لذلك تجد إنه مثلا الحين أنا في الشيء الابتهالي، أحسنت حتى والله كان مرة أختم فيه، الشيء الابتهالي مستحيل إنك تشوف معلق مثلا البرامج مثلا إذاعة القرآن الكريم ولا اللهم بك اسمحنا يتكلم بأسلوب الكورة. ليه؟ نشوف يسدد والله والكلاسيكو الآن. ليه؟ بيعطيني تحفيز، خلاص أنا ما أشوفه. لكن يوم اروح مثلا الى رحاب مكه المكرمه، مشاهدينا مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، ونحن نرى الان بعكس يوم اتكلم في الدعايات، الان متوفر بالاسواق وبكميه قليل. ليه صار هذا الشيء؟ ليه؟ لانه انا ابغى اوصل. هذه كلها دراسات انه الانسان كيف انا اوصل. هذه بتجينا في التسويق الذاتي وعمليه تسويق البراند، لانه انت براند، انت علامه تجاريه من اليوم رايح، اعرف كيفك تسوق ذاتك للناس. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه، السلام عليكم. معليش اخذت من وقتكم. لا والله ان رجعوني فابشروا باللعب، ان ما رجعوني الله يرضى عليك. احنا بنسعى نقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عادي اجيكم اخر الليل.